البلد دي تتحكم كيف في المستقبل؟ تكون عسكرية، تكون مدنية، تكون علمانية، دي ما حقت اي زول بيحددها، دي بيحددها الشعب السوداني. شكل الحريات، عايزين شكل السودان يكون كيف؟ الحريات المطلقة، حريات مقيدة، وات ايفر، اي شكل حرية انتوا عايزينه، ده برضه هيتم تحديده عن طريق البرلمان. ما من حقنا كنجومي اجي اقول والله احنا دايرين البلد دي في المستقبل، تمام؟ كل النساء يلبسوا النقاب. بيجوك ناس كجورين يقول لك ان احنا ما دارين نلبس نقاب لان احنا ما مؤمنين بدينك، ده حقهم، بلد فيها كجورين. في ناس بيجوك مثلا مسيحيين ان احنا ديننا ما بيفرض علينا الحاجه دي، انت ليه دار تفرض علينا؟ برضه ده حقه الطبيعي، انت لازم انت دار تحترم التنوع والاختلاف. كيف مثلا احنا دارين والله في الولايه الفلانيه احنا عايزين شكلها يكون كده، طيب اذا مشينا للحكم الفيدرالي الكلام ده هيكون ممكن. الحكم الفيدرالي بيمنح كل ولايه انها تضع القانون اللي بيمثلها. مثلا في الولايه اكس والله هم شايفين ان احنا ولايتنا دي دايرين تكون شكلها كده كده، بكون في برلمان محلي، البرلمان ده بيضع القوانين اللي بيمثل الولايه. انتوا كده حليتوا المشكله بتاعت التنوع الموجود في السودان. والله العظيم البلد دي مشكلتها لن تتحل الا بالحكم الفيدرالي، اقسم بالله الحرب هي تنتهي، تمام؟ والبلد دي تتحكم حكم مركزي او لا مركزي. طبعا المركز واللا مركزي برضه حتى اللا مركزيه برضه ما بتحل المشكله. الحرب هي تنتهي تاني، بنجي في المستقبل تاني الجنجود اللي بينتهوا تاني في قوه جديده هتصحر وبرضه هنتكاتل والموت ده هيستمر والدم السوداني ده يعني بيكون رخيص بالصوره دي الى ان يرث الله الارض. البلد دي اقسم بالله ما بتتحل الا بالحكم الفيدرالي. الحكم الفيدرالي بوقف لك حكايه احنا محمشين مع محمشين، الحكم الفيدرالي بوقف لك حكايه احنا دايرين الماني الحكم الالماني، يعني احنا دايرين حكم ديني، يعني احنا دايرين كده، الحكم الفيدرالي بوقف لك حكايه انه ديل قاعدين نسرق الثورات بتاعتنا وديل قاعدين يستفيدوا بها، الحكم الفيدرالي بنهي لك حكايه انه والله ديل متحكمين في الكليه الحربيه وديل ما متحكمين فيها، بنهي لك الحكايه بتاعت انه والله الشرطه دي في فئه، كل المشاكل الموجوده في المجتمع السوداني بنهي عليك الحكم الفيدرالي. البلد دي مقسمه على 6 اقاليم، كل اقليم يكون عنده برلمانه اللي بيمثله، تمام؟ يكون عنده الحكومه اللي بتمثلها، زائد البلد بيكون عندها رئيس واحد، بيكون عندها جيش واحد، تمام؟ المراسم الدستوريه والمراسم بتاعت السفارات والدبلوماسيه دي بتكون في المركز، زائد الثروات بتكون في الولايات والحكم الفيدرالي، اي زول يتمتع بالخيرات الموجود في الاقليم بتاعه. في اقليمك ده دار تبقي البنجو حلال بقي حلال، دار تبقي هنا البنجو حرام بقي حرام. والله يا جماعه التنوع الموجود في السودان ده ما بيتحل، لانه البلد دي فوقها فوق ال 570 قبيله. انت عارف يعني شنو 570 قبيله؟ يعني 570 ثقافه مختلفه، يعني 114 لغه، يعني اكثر من 10,000 رقصه مختلفه، يعني عادات وتقاليد انت بتتكلم عن حاجه في امريكا ما حاصله. امريكا مش لام كل سكان العالم، ما عرفت تعدادهم فوق 300 مليون. انت في السودان الحاجه الظاهره الموجوده في السودان دي ما موجوده في اي دوله في العالم. تنوع زي ده ما بتلقى في اي دول العالم. انت الان قاعد في اقصى الشرق، انا اوديك دارفور ما هتفهم اي شيء، وانت من دارفور اوديك الشرق ما بتفهم اي شيء، اشيلك من الشمال اوديك جبال النوبه اللغه تتفاهم بها ما بتلقاها، اشيلك من جبال النوبه اوديك الشمال بتشوف نفسك كانك في دوله تاني. تنوع بصوره يعني العالم ده كله شايف وعارف، الا احنا كسودانيين ما دايرين نحترم الحاجه دي. ده بيقلد بالصوت انت دار تيجي تضحك فوقه شايفه انه ده جهل وكده، ده قبل بيلعب كرنج انت الحاجه دي مستهتر بقى، يطلع لك مالك عقار يمشي يلبس اللبس بتاع التراث بتاع اهله هناك انت برضه مستهتر بالحاجه دي. ما هو التنوع ده الشكل ده في 750 زيه، في 750 زي يعني انت الان انت قاعد في الجزيره، تمام؟ الشيء اللي انت شايفه في الجزيره ده ده حقك انت ودي ثقافتك الناس بيحترموا، لكن ما من حقك تشيله وتمشي تفرضه على انسان دارفور. انسان دارفور الحاجه اللي عندك دي عاداتك وتقاليدك وارثك، لكن ما من حقك تشيلها تمشي تفرضها على انسان الشرق. وقيس على كذا كل الاقاليم المختلفه، اي منطقه، تمام؟ السودان ده موزع على اقاليم، عندك اقليم جبال النوبه،
تمام؟ ده إقليم براو بعاداته وتقاليده وثقافته وتاريخه وإرثه. عندك إقليم دارفور برضو كذلك عنده إرث وتاريخ وثقافة وكذا. عندك إقليم الشمال، إقليم الشرق، إقليم الوسط. النيل الأزرق طبعا في بعض المرات بيقولوا هو تابع لإقليم لإقليم جبال النوبة أو يكون إقليم براو، دي حاجة طبعا بتتحلى بعدين. كل الأقاليم دي لو أنت ملاحظ في وسط الإقليم تلقاه مختلف تماما عن الإقليم الثاني. طبعا في تداخل، ده أمر مفروغ منه، يعني بتلقى مثلا أطراف الإقليم فيها تداخل مع أطراف الإقليم الآخر، يعني دي حاجة مفروغة منها. فأنا أتمنى غايته الناس تكون على دراية، والله العظيم ما تتقبلوا الخير تمام، وما يكون في تقبل بيناتكم، حتتماوت كده إلا إن رئيس الله الأرض. والله ابراهيم ادريس، ابراهيم ادريس انت ذاتك ما ولا ابراهيم الرئيس انت ما زول جنجويدي، انت من سبب الازمه بتاعت السودان ذاتك. الكلام انا قاعد اقول ده ما بيعنيك انت كجنجويدي، ترى عشان ما تفرح تهد في التعليقات تقول والله يعني احنا دايرين نتقبل الاخر. لا، انا انت كجنجويدي انا ما بتقبلك ليه؟ لانه انت اختلافي عنك ده سميته عبوديه. انت العام بتجي لما تعسر واحد بتفاصيله ده وشكله ولوني بتسميه امباي، بتجلد بالصوت وبتصفيه بدم بارد على اساس انه هو ده مختلف منك. انت زيك ده لو انت فاكر انت لو وصلت السلطه ان احنا خلاص انتهينا، تاني ما علينا وجود في 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 السودان ده. انت كجنجويدي لو وصلت للسلطه ان احنا ما علينا وجود تاني في السودان، لانك انت يعني حق انه انا اعيش في الدنيا ويكون لي وجود في الحياه، انت شايفه ده كتير ذاته. انت لدرجة عندك في امثالك كجنجويدي بتقول الله لا امباير لو قتلت والله بوديك الجنة. يعني انت شايف نفسك لو انا لو حتى انا لزول مسالم ما شايل سلاح مواطن عادي مزارع انت جيت قتلت، يعني انت شايف نفسك انت قد تتقرب على ربنا سبحانه وتعالى. انا الكلام اللي بقوله ده على فكرة ما بيشبلك، انت خارج المعادلة، انت مجرد وقود ان احنا هنستفيد منك حسب الجغرافيا اللي مت فيها بعدد كبير. يعني مثلا مت في الشمال كتير، الناس الشمال ربنا هيديهم نفط في المستقبل. مت في الجزيره كتير، هيكون عندهم نفط في المستقبل كتير جدا. وكذلك في دارفور حسب الجغرافيا اللي انت انجغمت فيها يعني. وانا اتوقع ان ولايه الخرطوم في المستقبل هيكون اقنى ولايه سودانيه بحكم سلاح المدرعات وسلاح الاشاره وعندك المهندسين وغيرها من المناطق اللي اعدادكم فيها بالمئات من الالاف. فولاية الخرطوم بختكم بعد 100 سنة جيلكم اللي بيجي بعدين هيكون عنده يعني مع انه نفط هيكون فاسد، يعني الله اعلم الفائده منه شنو، لكن في النهايه هيكون في نفط ممكن تستخدموه في اشياء، وان شاء الله اسفلت بتاع طرق، لانه الاسفلت ده بطلوه من النفط صح؟ من الابار تحت، فممكن يستخدموه كاسفلت او حتى ممكن يستخدموه في حاجه ثانيه يطلعوا منك الوقود بتاع الطيران اللي بتخافوا منه. المهم في لك فائده يعني نوعا ما في المستقبل بعد ما انك تنجغم. يعني احيانا الكلام اللي بقوله بتاع الفيدراليه والتقبل الاخر، الكلام ده بقوله للسودانيين المقتنعين بالسودانيه بتاعتهم، بانه الناس اللي في ناس بتجي تلعب بهم ودار تجي تخشهم وانه ده والله الحركه كده. انا في وجهه نظري والحاجه اللي بتمثلني، انا ضد كل نضال مسلح. انا فلسفتي كده في الحياه، اي نضال مسلح انا ضده في ده فلسفتي كده في الحياه. يعني نادر تلقاني انا عندي ميول لحركه مسلحه او كده. حتى زمان كان في حزب اسسه الشهيد ربنا يرحمه من جبال النوبه، الخص اسمه منيع الله ذكروني باسمه، اسمه حزب السودان القومي. الحزب ده انا كنت موجب بافكاره، والحزب على فكره للان موجود يعني، بس ما عنده ناشطين بيطلعوا بيتكلموا عنه كده. الرؤية بتاعته دي الرؤية بتمثلني، وانا شايف انه دي الحاجة الشيء المدني تمام، الحاجة انت بتتكلمها بشكل مدني. فيليب خبوش ربنا يرحمه، الاف فيليب خبوش اسس حزب السودان القومي. الحزب ده لو كان لقى ترويج الناس اتكلمت عنه بصورة افضل ونشرته، الحزب ده كان حيلقى قبول في كل السودان، لكن للأسف ما لقى ناشطين ومنابر يطلعوا يتكلموا عنه وكذا وكذا. لذلك الآن يعني الافكار بتاعته كلها حفيظة الادراج يعني. لكن انا برا انه اي نضال مسلح ضد السلطة بتاعت الدولة انا بعتبره ده انحزام للاقليم اللي انت جيت منه وضرر الاكثر.
بحكم الشيء اللي اطلعنا اطلعته على كل التمردات اللي حصلت في العالم. اولا حملك للسلاح ده بيمنح السلطة الموجودة في الدولة الشرعية بانها تستخدم ضدك الاسلحة الفتاكة اللي انت بتشوفها دي وترتكب فيك جرائم. طبعا ده ما مبرر لكن انا داعي اوريك يعني حملك للسلاح هو بالنتائج بتاعت تكون شنو. مثلا ناخد نموذج، هل يا جماعة اقليم الشمال ما تمردوا على الحكم على السلطة اللي كانت في السودان منذ 56؟ هل اقليم الشمال ده واقليم الوسط ما تمردوا على الانظمة؟ اتمردوا باحزاب سياسية. النتيجة كانت شنو؟ حبسوا في السجون، تم تصفيتهم في السجون، تم نفيهم الى يعني هسه تلقى مثلا يقول لك الجاليه كده في ايرلندا تقدموا لجوء سياسي طلعوا مشوا ايرلندا مشوا امريكا، القى لك هي زول يعني كبير في العمر تلقاه مشى قاعد في ايرلندا قاعد في كذا.